كتير جدا. ايه سبب السيكول دي؟ الانفكشن عملت ايه؟ عملت دامج للكارتج، عملت نكروزس للكارتج، عملت دامج للإبيفيسس. اذكر النكروزس and may affect the ischial graft of the proximal femur. وزي ما هتأفكت البروكسيمال فيمر هتأفكت الاستابلم، يعني ممكن كمان الدرايفر هيد كارتج بتاع الاستابلم يبقى افكتد، يعني الاستابلم راف يبقى افكتد، يعني العيان ده يبقى عنده ايه؟ استابلم ديسبليزيا مع الوقت. اللي ممكن يحصل بريماتيور واسيمتريك فايزيال كروس زي ما قلنا، ممكن يحصل سبلكسيشن، ممكن يحصل ديستروكيشن، ممكن يحصل ديفورميتي كل الفورميشن اوف ذا هيب زي ما هنشوف. نتيجة ان الهيب ما يحصلش فيها بروبر دراف والجريتر بروفندرز از اكسترا كابسولر والراف بتاعه شغال، فبتلاقي اوفر رايدنج اند اوفر دراف اوف ذا جريتر بروكانتر. في كذا كلاسيفيكيشن بس ولا كلاسيفيكيشن از سكسسفل للاخر او داز نوت جايد ريتش. يعني عندنا الهوكا كلاسيفيكيشن والشويب شواب كلاسيفيكيشن بتاع 18 نوع، وفي فورلينج كلاسيفيكيشن اخر واحد 2008. ف انا ما لقيتش كلاسيفيكيشن يعني نستفيد منه، يمكن اللي شوي ليه انسايد ان البروجنوزس اند تريتمنت هو الفورلينج كلاسيفيكيشن. ده عباره عن ايه؟ بيقسم الهيب لستيبل هيب وانستيبل هيب. ستيبل هيب يعني في اي حاجه جوه الاستابلر، وان ستيبل هيب يعني ما فيش حاجه جوه الاستابلر بتدي ايه؟ ديسلوكيت. طب لو انا جوه الاستابلر وفي عندي فيزبل هيب يبقى ايه؟ 1 اي. لقيت ما فيش فيزبل هيب يبقى 1 بي. خلاص دي مثلا ده ستيبل هيب ولا لا؟ لا. مين يقول ان ده ستيبل هيب؟ واحد. مين يقول ان ان ستيبل هيب؟ لا لازم نشارك خلاص عشان نعرف مين يقول انه ستيبل هيب؟ الناس كلها بتقول ستيبل، مين يقول ان ستيبل؟ ليه؟ هي نقصد ايه هنا بكلمه انستابيليتي؟ يعني ديسلوكيتابل او ديسلوكيتد او سبلكسيتابل او لو العيان وقف عليه يخرج بره، دي كلمه انستابيليتي. انا هعرف ازاي من الاكس راي الاستابلر ده الشنتر لاين؟ الشنتر لاين هنا ايه؟ منتين، يبقى الهيب ده مش مستقيم. في ساين ثانيه عايزك تاخد بالك منها كويس قوي قوي، اللاين ده السورسيل. السورسيل هو الروف، راديولوجيكال روف اوف ذا استابلر. لما تلاقي راديولوجيكال روف اوف ذا استابلر لاين وفي سكليروزس يعني لونه ابيض، تعرف انه عليه ايه؟ ويت بيرنج. حتى لو انت مش شايف هيب جوه الاستابلر هيبقى فيه كارتج، والكارتج ده عليه ويت بيرنج، والويت بيرنج ده مخلي السورسيل ايه؟ وايت سكليروتيك. فالاول ما تشوف ان اللاين ده ابيض دنس كده اهو اللي هو سكليروتيك سورسيل، والسورسيل هو الراديولوجيكال روف اوف ذا استابلر، منظر الروف اوف ذا استابلر اللي بشوفه في الاكس راي. ماشي؟ فلما تلاقي سكليروتيك سورسيل لاين ابيض مرسوم كده تعرف ان ده عليه وير بيرنج حتى لو انت مش شايف كده. اعتراضنا على الكلاسيفيكيشن ده ايه؟ ولا طفل ايرلي شويه او يانج، طب ما انا مش هشوف اوستيتيك ميوكس. لو كبر شويه اللي انا شايفه ما كانش فيه هيد ممكن يبقى فيه هيد تظهر بعد شويه. الكلاسيفيكيشن مش فارق، يبقى اللي مهم بالنسبه لنا ايه؟ هو الاسيتا الهيب ده ستيبل ولا انستيبل. الهيب ده حتى لو انا مش شايف هيب خالص ده ستيبل هيب، والمنطقه السوداء دي مفيش حاجه اسمها حته فاضيه، هو مش هتفضل فاضيه، هي مش فاضيه، دي كارتج موجود، والدليل ان في كارتج موجود في ويت بيرنج ان في سورسال اهو. ولو الطفل ده ما عندوش هيب واول ما يقف يخرج بره كنت هتلاقي ده مفيش الخط الابيض ده، مش هتلاقي الخط الابيض ده خالص، فهتعرف ان المنظر اللي انت شايفه ده is not weight bearing joint، ما فيهوش تحميل عليه، الكارتج ده ما فيش العيان ما بيمشيش ايه عليه، عشان كده السورسيل مش هيبقى ايه؟ ابيض. الطفل ده مع شويه مع النمو شايف الدنيا بتتحسن والهيب بيتحسن.
اوكي؟ ده لو عملنا له كلاسيفيكيشن هنقول ستيبل هيب وفيزبل هيب. طيب ايه رايك في ده؟ دي فيزبل هيب؟ مش فيزبل هيب. ماشي؟ واللي موجود ده انت رايك ايه؟ دي نك ولا هيب؟ الراديولوجيكال ايه نك وكان عليها شويه فرنش. طب ده ستيبل هيب ولا ان ستيبل هيب؟ ستيبل. في سكليروزس اهو شايف؟ في حته بيضاء اهي. ده معناه ان القرطش ده اللي انت مش شايفه الاسود ده خلاص الريتيوسن ده عليه والتالت ومؤثر على استابلس وعامل الخط الابيض وعامل الدنستي وعامل السكليروزس بتاع السوسال. يبقى ده ستيبل هيب. نعمل له حاجه فولو اب خلاص. ومن هنا ورايح في السيكول بتاعت الهيب فولو اب فولو اب فولو اب. ماشي؟ ما تعالجش اشعه ما تعالجش اشعه خلاص. هل بلمت الاكتيفيتي بتاعت الكوست ده نو ليه؟ تعالى لي بقى سؤال تاني. في طفل عنده سنه او سنه ونص هتعرف تلمت اكتيفيتي؟ لا طب خلاص ما تطلبش مستحيل والا هتجبسه. طب تخيل انت تخيل لو احنا قلنا عشان نحافظ على الهيب ده هنجبسه الجبس بتاعك هيعمل ايه؟ خلاص مش هيحصل لمصر ده هيبقى اوستيوبروتيك. المسلز هتبقى ويك. كل الدايناميك فانكشنز بتاعت المسل اللي هتنديوس جروث ممكن وتنديوس فورميشن اوف ذا هيب هتتلغي. ده انت كل ما هتسيبه يتحرك ويشتغل ويلعب عادي خالص هيبقى ابشع. اوكي؟ ده ايه؟ ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل. هنا في هيد مش كده؟ طب هنا في هيد؟ دي ريمننتس اوف ذا نيك. دي ريمننتس اوف ذا نيك. هنا مفيش هيد. ماشي؟ يبقى العيان ده حتى لو مفيش هيد بس عنده ايه؟ نيك. والنك دي خلت الجوينت ده ستيل. اه طيب العيان ده لو جاي لك وماشي حلو قوي وما عندوش مشكله ما عندوش تندر البال ما عندوش اي حاجه هتعمل له ايه؟ سيف فولو ولا حاجه ولا حاجه. طب عنده هنا خلاص مفيش ابدكشن خلاص وعنده جود ادكشن يعني ضمر الجيب جوه كويس قوي بس ما عندوش اي ابدكشن. نعمل له ايه؟ حد يقوم يقف يقول لي ترانسفير للجريتر بروكانتر. طب الترانسفير للجريتر بروكانتر هيحسن لي الابدكتور فانكشن خلاص بس في نفس الوقت هيديك رينج اوف ابدكشن في العيان ده هتحتاج بلبس اوستيوتومي. شرط انك تعمل بلبس اوستيوتومي ان العيان يبقى عنده ايه؟ ادكشن رينج لانك بتاخد الادكشن اللي انت هتعمله في البلبس ده من الادكشن. لو هو ما عندوش ادكشن ورحت انت عامل له بلبس اوستيوتومي انت عملت له ادكشن ديفورمتي. الطفل يمشي والعيان يمشي بادكشن ديفورمتي احسن من ادكشن ديفورمتي. حد يعرف يفسرها لي ميكانيكال ليه؟ سؤال خير جدا. يعني انا دلوقتي لو عندي ادكشن ديفورميتي ممكن امشي. لكن لو انا عندي ادكشن ديفورميتي ليه بتصعب المشي قوي؟ انا شغلي احنا بنمشي على النار بيس. عشان ايه؟ يعني ايه انرجي اكسبندج؟ بتوايدن البيز بتوايدن البيز سبورت. انت لما بتمشي عامل كده عشان تنقل الرجل دي محتاج تنقل جسمك كله على الرجل دي الاول وبعد كده خلاص. لكن لما بتبقى في ادكشن بيبقى نارو ويب فسهل انك تمشي. نارو بيز وسبورت فسهل انك تمشي. لكن لو دخلت في ادكشن ديفورمتي يبقى عندك فيري وايد بيز عشان تتنقل من الفوت دي للفوت دي بتصعب جدا المشي ويبقى اللاترال سوي كبير قوي عشان تقدر تمشي. عشان كده لما تلاقي عيال عنده ادكشن ديفورمتي المشي بتاعته صعبه جدا. لما تلاقي عنده ادكشن ديفورمتي هتلاقيها مسببه شويه شورت لكن الطفل ماشي وما عندوش مشكله. فالعيان ده مثلا عملنا له بلبس اوستيوتي مع تروكانتريك ترانسفير ده اداله رينج حلو قوي. ممكن هنعمل كده برضه في الناحيه الثانيه
الشروط اللي احنا ايه كنا ده unstable وفي visible health ماشي ما يهمنيش حتى لو مفهوش visible health بس المهم unstable هنعمل له ايه هنتعامل معاه ازاي open reduction كانك بتتعامل مع دي دي اتش كانك بتتعامل مع دي دي اتش بالظبط هتعمل open reduction وكابسولوجرافي وديجا اوستيوتومي عادي خالص زي ما اتفقنا في الاسبوع اللي المره اللي فاتت الفكره انك تبقى عارف انت داخل على ايه لان دخول حاله بعد سيبتك ايبيفيزايتس غير دي دي اتش خالص هتلاقي فايبروزس اكتر هتلاقي الكبسول ملزقه اكتر هتلاقي ممكن احيانا تلاقي الاستابلم كله اوبليتريتد بفايبرس تيشو وتضطر انك تعمل شارب ديسكشن للفايبرس تيشو ده عشان تشيله عشان تنظف الاستابلم وعمرك ما تدي تقدر تدي للعيان البروجنوستيك او البروجنوزس اللي انت هتدي للعيان ده في حالات ايه؟ الدي دي اتش خلاص فلازم تبقى عارف واخد من اي عيان عندك دي دي اتش هيستوري اللي عندك حدث حضانه ولا لا اتعمل له حاجه كان بيشتكي من وجع الام لما كنت بتغيري له كان بيبقى فيه بين في الهيب ولا حاجه او خرج من الحضانه وما بيحركش الهيب الدي دي اتش از كومبليتلي بينلس مفيش حاجه اسمها الدي دي اتش بيسبب بين ما بيسببش بين خلاص لكن لما يبقى فيه بين في الهيب حتى مع دي دي اتش افكر وانا جاي للعيان كده يعني للوهله الاولى لو انت بصيت كده دي دي اتش كلاسيك دي دي اتش لكن هي لا دي كانت سيبتك الفيزايز في ايدج معين دكتور هشام للاستيوتومي والتركان تريك ترانسفير استنى عليه لحد ايدج معين لما يبقى عنده مشكله طول ما هو ماشي كويس خلاص التروكانتريك ترانسفير ما تعرفش تعمله في الانا تيوب قوي لانك بتوقف الجراثه بتاع الجريتا تروكانتريك ده عيان انستيبل بص شايف تقريبا ما فيش هنا نت خالص وكمان بص الاستابلم عامل ازاي ما فيش سورسال خالص ماشي ما فيش مصل حتى شغاله على فالهيب دي كلها كومبليتلي ايه انستيبل ده عيان برضو ما عندوش لا هيب ولا نك وكمبليتلي انستيبل ماشي كومبليتلي انستيبل هنا هعرفها ازاي مفيش سورس سيل كلينيكالي العيان عامل ازاي بقى في عنده تلسكوبي يعني انت بتقدر تعمل بوش اند بول اون هي فيمر اللي هي بتطلع وتدخل معاك فما هياش ستيبل لو نفس العيان ده عنده سورس سيل كويس وما عندوش بوش اند بول وستيبل انت هتعمل له ايه؟ ولا حاجه لان هنا هيبقى في قطش والقطش ده هتستنى تشوف الفاينل اوت كام بتاعه ايه؟ في الحاله دي ما عندناش اختيارات غير ان احنا نعمل عمليه اسمها هارم اوستيوب. الهارم اوستيوب ده عباره عن ايه؟ ان انا بكسر البروكسيمال فيمر واقسمها واعملها زي الواي كده. جزء هدخله في الاستابلر كهيد وجزء ثاني ماسك في الابداكتور ده جريتر تروكانتر وهو ده اللي عملناه في العيان ده ماشي فبقى عنده جزء ستامب كده داخل جوه الاستابلم عامل لي زي الفيمورال ايه هيد وده الطفل ده وهو ماشي طبعا بتديله ستابيلتي كويسه في الهيب الهيب ده نيفر نورمال بس بتديله ستابيلتي كويسه جدا ده طفل تاني برضه ما عندوش لا فيمورال هيد ولا نيك وانستيبل وبرضه فيري ايرلي كان اقل من سنتين وعملنا له الهارمون اوستيوبي. الهارمون اوستيوبي دي عمليه لطيفه جدا الحقيقه كنتيجه لان ما عندكش اوبشن تاني ما تقدرش تعملها في واحد عنده اربع خمس سنين. لازم تعملها فيري ايرلي سنتين ثلاثه بالكتير. بالكتير لا ما تحتاجش معاك الاوستيوبي. فبندخل جزء كده نعمله ك وده الولد بعد ما كبر الوقت بعد 14 سنه. ماشي عنده فيمورال هيد كويسه وعنده ايه جريتر بروكانتر كويسه نعمل له ايه؟ لو ما عندوش حاجه سيبي نشوف مشيته الاول صح؟ دي مشيه العيان دي مشيه العيان وما عندوش تريندر بيرن ماشي؟ يبقى العيان ده اللي ماشي بالطريقه دي تفكر تنترفير في الهيب ده مشكلته الوحيده ايه؟ ليك ديسكريبنسي بس
طب الليجمنت ديسكريبنسي هنا هنصلحها ازاي؟ لا عايزين نعمل حاجه نصلحها على اي رقم. الليجمنت ديسكريبنسي بتاعه 7 سم. فيمورال لينث. طيب شروط انك تعمل لينثنج ايه؟ ستيبل جوينتس ابوف اند بيلو ذا بون يو ار جوينج تو لينث. هل انت هنا اتفسخ في الهيب ده؟ انا خايف اعمل فيمورال لينث. يبقى الاوبشن الوحيد هنا في الحاله دي ايه؟ ممكن بس الشورتنج شروطه ايه؟ مش اكتر من 6-5 سم. طب احنا هنا عندنا 7 سم. هعمل تيبيا لازم. يبقى الاوبشن الوحيد هنا عندي هعمل تيبيا لازم. بس هحذر العيان ان المشكله اللي هتبقى موجوده ان النيز نوت ات ذا سيم ليفل. فدي كوزمتيك فانكشن مش يعني كوزمتيك ابيرنس ملهاش اي رول في الفانكشن. ما بتأثرش على الفانكشن خالص ان تبقى النيز نوت ات ذا سيم ليفل. وده عملناه فعلا لينثنج وده المنظر بتاعه بعد اللينثنج. مش ملاحظين حاجه في ايديه؟ كان عنده في ذا سيم تايم سيبتك شولدر على الناحيه الثانيه وعنده شورتنج في البتاع ده والفيديو بتاعه تايه مني بدور مش لاقيه. فلما هيجي يعمل لانه هيعمل لينثنج في اليوبرس هصوره وهو ماشي بس هو بقى ماشي اولموست نورمال بعدنا. هل بقى المفصل ده هيعيش عمر قد ايه؟ الله اعلم. يوم ما هيحصل فيه حاجه هنعمل له ايه؟ ارسل مفصل توتال هيب ريبليسمنت طبعا ومفيش حاجه غير توتال هيب ريبليسمنت. ايه رايكم في ده؟ ده يعتبر ستيبل هيب؟ في سورس ستيبل بس الهيبس ده عامل ازاي؟ سليب سليب. مين موافق ان الليبس ده سليب؟ ديفورم. ديفورم يعني ايه؟ يعني ده كله كارتريج جديد بالظبط. دايما اللي انت شايفه ده اوستيتيك نيوكليس. This is not the epiphysis. خلاص دي اوستيتيك نيوكليس. طب العيان ده جالك وماشي كويس وما عندوش مشكله هتعمل له حاجه؟ طب تطلب ام ار اي ليه؟ ايه لازمتها؟ محتاجها ولا حاجه خلاص. مش لازم العيان كله ضرب ضرب مفيش شتيمه فاهمني؟ خلاص معمول له ام ار اي مش انا اللي طالبه. طب الام ار اي شايفين فيها ايه؟ مارتش اهو وهيد وراوند وكل حاجه كويسه بس كل الموضوع ان الاوسيليك نيوكليس بتاعتها ايه؟ اكسنتر. طب دي هتمشي ازاي؟ يعني اي حد يتوقع لي العيان عامله ازاي؟ حد عارف يعني حط لي يقول لي كده بعد 10 سنين العيان ده نهايه الهيب بتاعته دي هتبقى عامله ازاي؟ ها؟ لا ترى الانفانت. طب دي نهايه الهيب بتاعه؟ ها؟ هيب حلو جدا. عشان كده ما تقعدش تقول لعيان وانت شايف ريزيدوال او سيكولي لسيبتك ابيفيزايتس انا هعمل كده عشان لما يكبر ما يبقاش كده. انت اصلا مش عارف لما هيكبر هيبقى عامل ازاي. خلاص ما حدش يقدر يبريدكت. ما عندناش اي حاجه في العلم في الاورثوبيدكس تقول لك ان العيان اللي انت شايف فيه ايرلي سيكولي او سيبتك ابيفيزايتس لما هيكبر هتبقى الهيب ده عامل ازاي او الهيب ده هيبقى شكله عامل ازاي. ما حدش يقدر يعرف. فما تعملش حاجات تكون اكسبكتيشنز مش موجوده. اكسبكتيشنز خياليه. خلاص؟ لا في لا في اهي ما هو كلمه بلاستيك يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي العيان ده الشنت اللاين بتاعه في حاجه؟ الشنت اللاين بتاعه من تاني ماشي. دايما فاكر لما اتكلمنا عن المحاضره بتاعت الجرفس لما قلت لك ما تحكمش على الاستلم ده اللي بسبلاستيك بص على الهيد. خلاص الهيد دي الهيد دي عامله ازاي؟ ما هو الهيد لو لارج مش معقول هيبقى فيها سمول استلم. ما هو الاستلم بياخد شكل الهيد ماشي. المصري اكشن بيخليه للسوسيال استغراق لو الهيد جوه
لو بره مش هيبقى خلاص. فمهم قوي انك ما تستعجلش على حاجه. ده طفل كان عنده سنه ونص سنتين وماشي وفيري ويل بالانس ما عندوش مشكله، حتى لو الاستقلم شلل فممكن معاك ان يحصل له ريموديلنج وتصبر عليه 5 و6 سنين ماشي. ولما الراجل اللي طلب له ام ار اي اهي الدنيا كويسه والطفل ماشي كويس، طيب تخيل انت لو دي نهايته، طب انت كنت هتعمل له ايه؟ طب انت اللي كنت هتعمله ده كان هيفيده ولا كان هيضره؟ خلاص. فدايما بص للعيان، هل هم يعني دايما ما تقيس السكسس بتاع الانترفنشن بتاعك راديولوجيكال، مش الله الاشعه كانت وحشه الاشعه بقت حلوه، طب العيان استفاد ايه؟ نافك ماشي؟ لا احنا عاملين العمليه مش عشان استفيد دلوقتي، عشان بكره. طب ما انت ما تعرفش بكره. خلاص؟ وده بعد بقى قد اند بروف نفس العيان. ماشي؟ فده العيان ده كان عندي لونج تيرم فول اب ليه بصراحه. طيب ده عيان ايه رايكم فيه؟ ستيبل ولا انستيبل؟ انستيبل. ستيبل فيمورال هيد فيزيبل؟ لا. تفرق معانا؟ هنعمل له ايه؟ اوبن ريدكشن. رجعه. في عندك نك. في نك موجوده. حتى لو ما فيش هيد موجوده. في نك. رجع النك دي. خلاص؟ لان ده هيدي العيان استابيليتي، هيدي العيان استيبلاج. فرق كبير جامد جدا. اللي العيان ماشي بستيبل ستيف هيب وات ايفر المشكله، غير لما يبقى ماشي بان ستيبل هيب. ستيبل هيب يقدر يعيش بيه فتره وتقدر تعمل له ريكونستراكشن وتقدر تعمل له وات ايفر، لكن ان ستيبل هيب هي دي المشكله العويصه. عملنا له اوبن ريدكشن وده منظر العيان، مفيش هيب هي نك بس مدياله ايه؟ استابيليتي. خلاص؟ يس فاين. طيب ده عيان ما عنديش البري اوبتيك بتاعه، ما كانش عنده لا نك ولا هيب، والهيب ده ان ستيبل وديسلوكيتد بس ما فيش هيب ولا نك ارجعها. في ناس بتاخد الجريكه فروكانتا وترجعها، انا ما بحبش العمليه دي، بعمل بدلها ايه؟ الهارمون اوستيوتي. عملت له هارمون اوستيوتي وبدا يكبر ويكبر، وبعد كده عملت له بطرس اوستيوتي عشان ارجع الريمنت ده واديله ميكانيكال ادفانتج شويه، وده الطريقه اللي هو ماشي بيها حاليا. ماشي. ده المنظر بتاعه بعد البطرس اوستيوتي اللي احنا عملناه ده اون توب اوف بريفيوس هارمون اوستيوتي. لو بصيتوا كده الفاريبلز كتير، الفاريبلز كتيره مش قليله، ولازم تبقى انت عارف انت بتتعامل مع ايه. ستيبل هيب سيب ستيبل، ان ستيبل هيب اديله ستابيلتي رجعه، رجع اي حاجه موجوده ماشي. طب ما فيش حاجه ارجعها اعمل هارم ايرلي، لانك لو جالك نفس العيان اللي ما عندوش لا هيب ولا نك عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين انت ما عندكش حاجه تعملها. طب على حد سيدي كام سنه اعمل برودكشن او بيلم سبورت؟ لسه جاي لك الكلب سبورت. خلاص يبقى انت عندك فتره كده بدايه من 3 سنين لو عندك انستيبل هيب ما عندكش حاجه تعملها ماشي، خصوصا لو ما فيهوش هيد نك. لو في اي نك او هيد هتعمل له اوبن ريدكشن ان شاء الله 5 سنين او 6 سنين هتعملها. خلاص. ده طفل مثلا الريزوربشن حصل فين؟ في النك. الهيد موجوده بس النك هي اللي اختفت. خلاص. وعنده فيري لوز نيك بس عنده استابلم ويل فورد استابلم وفي هيد كويسه قوي. فالعيان ده عملنا له بطرس اوستيوتومي. اقدر امسك في الهيد، الحاجه الوحيده اللي اقدر امسك فيها في الهيد ايه؟ لازم استعمل سموث كي وايرز. ماشي؟ ما ينفعش اعمل سكروز ولا حاجه عشان الهيدبس، فبنثبته بالماجنت اتنين. بعد شويه جاله فيروس تاني. غيرناها وحطينا وايرس وثبتنا ايه لما كبر شويه بالفانجس ايه؟ بليز. اه طبعا عادي خالص. ده عيان ايه رايكم فيه؟ ستيبل ولا ان ستيبل؟ احنا شايفين له هيدر او نك؟ لا لا شايفين له هيد ولا شايفين له نك. بس ستيبل ازاي يعني احنا؟ والشنتر لاين معقول انت والعيان ماشي قدامك كويس تعمل له حاجه؟ لا فول اب. محتاج يتعمل له هارمون اوستيوتري؟ لا. لا
لانه ستيبل. الهرمون الاوستيوبي لو ما عندكش هيدا هناك بس الهيدا ايه؟ بطاء البروكسيمال فيمر بيخرج بره وان ستيبل. ماشي ده العيان في الفول اب بتاعه. ايه رايك؟ من غير ما حد يعمل له حاجه. من غير ما حد يعمل له حاجه. اوكي؟ فبليز ما تتدخلش في الاكسبكتيشنز فور ذا فيوتشر. استنى واتفرج على الفيوتشر. خلاص؟ ناس كتير قوي بتعمل عمليات وتقول لك نتائجها مش عارف كذا او حلوه. طب انت شفته لو انت سبته كانت هتبقى احلى. لو انت سبته كانت هتبقى احلى. البنوته دي كان عندها 24 سنه، عندها دلوقتي 24 سنه. لا سوري، هي لما جت لي كانت 24 سنه، هي كانت دكتوره امتياز. ايه رايكم في المنظر ده؟ بس جات لي زمان قوي في 2008 او بدري جدا يعني زمان. كان عندها شوكلينج وعندها المنظر ده. مفيش لا فيمر هيب ولا نيك، والبروكسيمال فيمر مايجريتد قوي لفوق. العلامه دي كان عندها ايه؟ توتال هيب ريبليسمنت. صح. The best option now هو total hip replacement. طيب وقتها ما كانوش بيحبوا يعملوا total hip standing. فعلا. فممكن الاوبشن الثاني ايه؟ البلفيك سبورت اوستيوتي. البلفيك سبورت اوستيوتي ما ينفعش نعمله قبل 13 سنه. يبقى انت لو ما عندكش فيمورال هنا هناك وعندك انستيبل بروكسيمال فيمر 5 6 7 8 سنين ما عندكش اوبشنز. ما عندكش اوبشنز، تفضل تستنى حاليا لحد ما العيان يعمل توتال هيب. ودايما خدها قاعده، اي انترفنشن هتعمله في البروكسيمال فيمر حاليا في الايرا بتاعتنا دي ماشي، قبل ما تعمل اوستيوتومي كونسلت حد بتاع ارثروبلاستي الاول. قول له ايه رايك؟ اعمل اوستيوتومي دلوقتي بس هبوظ لك البروكسيمال فيمر، بيأثر على التوتال هيب اللي انت هتعمله بعد كده، ولا العيان يصبر سنه او اثنين ويعمل توتال هيب؟ هو في الاغلب بيقول لك يصبر سنه او اثنين. بس ده الصح، بس ده الصح، لان الادفانسز اللي حصلت في الارثروبلاستي اعلى قوي من الادفانسز اللي حصلت في الريكونستراكشن اوف ذا بروكسيمال فيمر في الحالات دي من غير ايه؟ ارثروبلاستي. برضه في حسبه ثانيه كده الدكاترة بيقولوها، فكر فيها شوية. انتوا في حد منكم هنا بقاله دكتور عرض أقل من 10 سنين؟ كلكم تقريبا أقل من 10 سنين. طيب اللي أكثر من 10 سنين بقاله دكتور يرفع إيديه. التغيير اللي حصل في البراكتس بتاعك في ال 10 سنين من أول ما بدأت أشتغل لحد دلوقتي قد إيه؟ كتير جدا، كتير جدا. فما ينفعش تقول للعيان اصل احنا دلوقتي لو عملنا عمليه عشان مثلا ما نعملش توتال هيب بعد 10 سنين، اصل التوتال هيب هيعيش 10 سنين بس فهتضطر تعيده بعد 10 سنين. انت ما تعرفش بعد 10 سنين الدنيا هتبقى عامله ازاي، والطب هيتغير ازاي، والارثروبلاست هيتغير ازاي. ما تقعدش تدي حسابات بعد 10 سنين على حسابات دلوقتي. فاهمين يا جماعه؟ يعني ما يبقاش ما ينفعش تعمل العيان انترفينشن دلوقتي عشان بعد 10 سنين، بعد 10 سنين ممكن تبقى الحسبه اتغيرت خالص. زي العيانه دي، لو العيانه دي عندي دلوقتي مش هعمل لها بيلفيك سبورت اوستيوبي. وقتها انا عملت لها بيلفيك سبورت اوستيوبي خلاص؟ والبيلفيك سبورت اوستيوبي ماشي؟ دي عندها بوستيف ليند ريبير. وعملنا البنتريك سبورت اوستيوفني، وعملنا ليرز ديستال، وعملنا لينترينج عشان نعوض الطول. والعيانه دي ماشيه بالانس كويس قوي، واتجوزت وخلفت وجابت لي ابنها عشان اطمن عليه ان ما عندوش مشكله في الهيب، وبقى لها وقت عامله العمليه وداوت بين وداوت اني بروبلمز وتكنيك كمان جدا. فالموضوع فالبنتريك سبورت اوستيوفني بيدي لونجيفتي كويس، بس عمليه كبيره متعبه مرهقه جدا للعيان ماشي؟ نعم؟ وتاثر على الارثروبلاستي وتقرف الناس اللي بيعملوا ارثروبلاستي بعد كده. فالارثروبلاستي ده حل كويس قوي لما يبقى في دين في الهيب بالذات، او في الحالات اللي هي انستيبل اولد ايج. يبقى لو عايزين كده
من كل الحالات اللي احنا بصينا عليها عايزين نأسس ايه؟ يبقى انا اللي يهمني اعرف ايه؟ العيان ده عنده ستيبل هيب ولا ان ستيبل هيب؟ عنده ستيبل هيب فيزيبل بقى هيب ولا مش فيزيبل مش فارق معايا. خلاص انا شايف هيب ولا مش شايف مش فارق معايا. هقول اللي ما عندوش اللي عنده ستيبل هيب. الهيب بعد كده مع الراس والريموديلنج وكلام زي كده بقى عنده اوفر رايد جريت بلوكانتا. العيان عنده ترند ريبير جيت مش عارف ايه هعالجه واعمل ريكونستراكشن هعمل بالبس اوستيوبني هعمل ترانسفير للجريت بلوكانتا هعمل بالبس مع ترانسفير عيش حياتك زي ما انت عايز. طيب لو العيان عنده انستيبل هيب هيب وعنده بريزيرف هيب هيب او نيك نعمل اوفر ريدكشن رجع اي ستامب اي ستامب عندك حطه في الاستام عشان بعد كده يعمل ارثروبلاستي عليه يعمل هيب ريبليسمنت على الاستامب اللي موجود جوه اللي ايه الهيب ده غير لما يعمل على ستامب موجود بره وعالي ويحتاج شورتنج ويحتاج ديستراكشن قبل ارثروبلاستي العمليه بتبقى اكبر. خلاص طب ما عندكش هيب ليه في طفل صغير هتعمل له ايه هارم مستوى خلاص سنتين ثلاثة اوكي. طيب لو عندك نو هيد اند نيك وعندك عيان كبير هتضطر تعمل له يا بيلفيك سبورت اوستيوبي يا توتال هيب ريبليسمنت. البيلفيك سبورت اوستيوبي مش قبل 13 سنة السن بتاع البيلفيك سبورت قرب لسن التوتال هيب لكن عندنا بقى من قبل 13 سنة يو هاف نوتنج تو دو عشان كده بقول لك لو لقيت اي حاجه رجعها رجعها لكن لو ان ستيبل هيب من ثلاث سنين قبلها اللي هي ما تقدرش بعدها تعمل هارم ومش هتقدر تعمل بيلفيك سبورت لحد 13 سنه لان البيلفيك سبورت لو عملته في خلال سنه او اتنين يحصل ريموديلنج للبروكسيمال فيمر وترجع زي ما كان فكانك ايه ما عملتش حاجه فمش هتقدر تعمل كل سنه او اتنين بيلفيك سبورت اوستيوبي. وفي كل العيانين محتاجين ادريس الليج لينث ديسكريبنسي يعني دايما اللي ما عندهم شورتنج يبقى العيان ده لازم يستعمل جزمه فيها ارتفاع عشان يعوض فرق الطول ولو بدا يبقى في ارثرايتس يبقى احنا محتاجين على طول توتال هيب ريبليسمنت. وانس ان في ارثرايتك هيب مفيش اي اوبشن لاي ريكونستراكشن. الريكونستراكشن هنا اللي احنا هنعمله بقى للهيب اللي باقي ده اللي احنا عملنا له قبل كده عمليه وخليناه ستيبل او كان هو ستيبل اصلا الريكونستراكشن ده عندنا انليمتد فاريبلز من اشكال الهيب بس اهم حاجه لازم نتشيك رينج اوف موشن ناسس الاستابيلتي العيان ده اصلا محتاج حاجه ولا لا الابداكتور انسفشنسي وفي الحاله دي نصلح الميكانيكال ديز ادفانتج زي ما قلنا بالاوستيوبيس اللي بنعملها. لكن اهم حاجه في الموضوع بيتهيألي دي سيبت انترنال دلوقتي دونت ريد اكس رايز دونت ريد اكس رايز وما تقولش انا هعمل عمليه عشان في المستقبل يبقى كذا لان زي ما اتفقنا الفولو اب مختلف خالص عن الايرلي بيكتشر بتاع ال طيب ايه رايكم في الحاله دي؟ دي عيانه جات لي دي كانت عندها شهر وكان عندها سيفير اوستيومايلايتس اوف ذا فيمر سيفير اوستيومايلايتس اوف ذا فيمر يعني انت عايزكم بس تبصوا على حجم الثاي في الناحيه اليمين بالنسبه للناحيه الشمال شوف حجم السوفت تيشو والثاي قد ايه وبوري بس تعمل لها ايه؟ رينج وايه تاني؟ بس هي ديسلوكيتد؟ طيب عملنا ايه؟ درينج في سيكويسترا هنا تشيله؟ ولو هتشيله هتشيل قد ايه؟ كل الفيما كل الفيما انت هنا مفيش خلاص؟ طيب حد متوقع انت في الفيوتشر هتبقى عامله ازاي؟ ايه رايكم كده؟ بدات ترمودي بدات ترمودي شويه بس شكلها داخله في نون يونيون في النص في هنا زي سودا فروزس كلينيكال ما كانش فيه سودا فروز فول اب فول اب
ايه رايكم؟ ده بعد قد ايه ده؟ لا دي في خلال اول سنتين بس. استبلم بدا يظهر ويهتمر الهيد بدا تظهر ونيك بدا تظهر بتاع. ايه رايك؟ حلو. غلط وحد يقدر يلمسها. عايز راي ايه؟ ايه رايكم في الكره بتاعها؟ ماشي. فدايما في الاطفال تعامل بطريقه مختلفه. التعامل في الاطفال مختلف عن الكبار. في مره محترمه جدا استبلة محترمه جدا كل اللي هتعمله هو تعالج الليمبرنت سبريفنس وتعمل لها فيمورلات. اقدر اعتمد على الهيب ده؟ يس. بس لان لازم يبقى السنتر اللي استبلة الانجكس بتاعك اكتر اقل من 20 والسنتر انج بتاعتك برضه انجل اكتر من 20. لو الاثنين دول موجودين عندك وعندك جود ماسل وهي الماسل بتاعتك مش باراليتكس يبقى تقدر تعمل فيمورال ايه؟ التام. انا بقول لك اهو هقيس الاستبلر انجكس بقيس السنتر انج انجل. استبلر انجكس اقل من 20 وسنتر انج انجل اكتر من 20 يبقى والافكتور ماسلز كويسه يبقى انت عندك ماسلز كويس هيب كويس تقدر تعتمد انك تقدر تعمل ديستراكشن ولاندنج وداوت ديستكيشن او سبلايسيشن. ماشي. المسج من الكلام ده ما تدخلش ما تبقاش جنرس في الديبريشن بتاعك لان تخيل انت لو دخلت عملت ديبريشن للفيمر دي انت هتشيل الفيمر كلها. كان زمان الوقت البنت دي ما عندهاش عظمه وكان وحلني او اعمل لي بقى ريكونستراكشن خلاص. فدايما الاطفال مختلفين. اطفال احباب الله. يعني مين اللي كان فورجيفنج جدا بالنسبه للكاركترز المؤسس دلوقتي يونيتس او الكبار كمان يعني هل حضرتك بتفضل استخدام حاجات كونجاس او جينكس او ولا يعني توصل لايكس مش انفكشن يعني انت خرجنا بره التوبيك شويه بس مش كل الحالات بنستعمل لها كده والحالات الكرونيك هي اللي بتضطر انك تعمل لها بدل التضخم والكلام ده كله لكن والكرونيك حتى غير توب كنت بقوله في انك تويت وما تستعجلش على شيء السكويستر دايما تحافظ على وجود بوني ستابيليتي يعني مش شطاره انك تشيل السكويستر وتعمل لي بوني فاكس سيب السكويستر وتريت من الانفكشن وهنعمله ريبيت للدرايفمنت او سوري درينج يجمع بس لحد ما يتكون انفيريكرام كويس يدخل شيل السكويستر بس الانفيريكرام ده هيعمل لك بون وستيبل بون حوالي سنه اللي انت لو كنت عملت بون ديفكت وعملت بون ترانسبورت او فيبرس فرايس فيبرال جرافت كنت هتاخد وقت اكتر من سنه. ماشي. هو احنا لما نيجي نعمل لها فيمورال لينس نعمل سوبر كومبايلر سطر كونتاكت واخبار البيلف كومبليكتي في الموضوع ده لا البيلف كومبليكتي هنا بسبب الليب لاند ديسكربنس انا شايف ان مش دور تو ديزيز يعني ليفل طب ما هو لازم الفيمورال شورت طب ما انت موقف الكرابيزه على رجلين مش طول بعض والتيبيس طول بعض التيبيس مش تفرشت فالتيبيا هتبقى طول بعض لكن ما هو انت حضرتك هتعمل لينسنج سوبر كونتاكت اوكي اي مكان انت عايز تعمل منه لينسنج لا ما بنعملش لينسنج سوبر كونتاكت لا عشان تديك جريب للفيكسيشن فدايما الاستوب بتاعك بيبقى ديستال في الميتاليسيس وتبقى ماسك فوق وماسك تحت وتعمل ديستراكشن ولينسنج لكن ما فيش لينسنج بتعمل سوبر كونتاكت حته عظمه فوقيها هتمسك في ايه عشان تعمل لينسنج هتمسك منك بس الاثنين شانس ساعات بتعمل باي فوكال ولا ما بيعملوش ممكن كل الكلام ده اوبشنز ورده في النت يعني مش ده اللي احنا بنتكلم فيه الايج بتاع الايج بتاع الانسلين والتوتا هيب الايج بتاع الانسلين والتوتا هيب التوتا هيب دلوقتي في ناس بتعمله وعندنا دكتور بروفايد زي اللي كنت محمود عبد الكريم الناس دي بتشتغل مش 15 سنه او 14 سنه كمان بيعملوا توتا هيب بدري قوي اللانفنج دايما بتخليه نير ماتيوريتي دايما اللانفنج لما يبقى الاكسبكتد لايف لينث ديسكريبنسي اكتر من 6 سم لو عندك اقل من 6 سم ممكن تعمل كونترولابل فيزيوديسيس لو العيان مش ممانع انه يقصر شويه الحسبه هنا صعبه الحسبه هنا صعبه وخصوصا بالنسبه للاكسبكتيشن
انك تقدر تعرف قد ايه يعني المالتي بلاير، تقدر تحسب فيه حالات الكونجنتا بسهوله، لكن الحالات دي لازم تقيس العيان سنه وسنتين وثلاثه، ونبدا تحسب العيان ده الاكسبكتيشنز بتاعته قد ايه. احنا وقلقته على الليفنج ده قصه ثانيه خالص. خلاص عيان زي ده حضرتك مكتوب على السلايد سبع سنين، الراجل ده اتفضل له فيسيديز ولا لينتري في سبع سنين؟ سبع سنين؟ لا لا ده ولا ده؟ لا ده ولا ده؟ الليبيان ديسكريبنسي هنا سيجنيفيكانت، ده هيبقى اكتر من 6 سم وهو حاليا قرب يبقى 6 سم، فالعيان ده هيحتاج لينت، مفيش اوبشن، فانت بتظبط لما الليج لينت ديسكريبنسي يبقى 6 سم عشان هتعمل ستيج اوف لينت. دايما عمرك ما تعمل ستيج اوف لينت لاقل من 6 سم. ده كده قليل انك تعمل له لينك 4 سم بس، طب وبعد شويه سنتين يبقى 2 سم تروح عامل له ستيج لينك، لا انت عايز تعدي فتره الجراف دي باقل عدد عمليات لينك، فمش كل 2 سم نعمل لهم عشان ستيج، لا اول ما يعدي سته، لان احنا دايما في اللينك في الحالات في الاطفال ما بنحبش نزود على 6 سم بير سكند عشان ما تعملكش مشاكل في النين، والنين ما تدخلش فيه ستيجز. Okay.